كمتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أشرف، بدي ركز بس على قصة الأطفال اللي صاروا موجودين بمصر بعد شفاء هذه الأطفال بإذن الله، هل سيعودون إلى قطاع غزة من جديد يعني في ظل الوضع القائم، خصوصا أنه جزء منهم بطل عنده أهل يعني خسروا أهلهم؟ بالتأكيد أطفالهم أمانة في رقابنا، نحن حولناهم لأننا فقدنا الخدمة الصحية لهؤلاء الأطفال في داخل قطاع غزة، وبالتالي نحن أرسلناهم بالتنسيق مع الإشراف في جمهورية مصر العربية إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية من أجل إعطائهم أجهزة دعم الحياة وإعطائهم فرصة للحياة خلال الفترة القادمة، ومعهم أيضا 5 ممرضين يتابعون حالاتهم إلى جانب الكوادر الصحية في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى 4 أمهات من ذوي الأطفال. لكن بعد إتمام عملية شفائهم وبعد إتمام عملية تطور بنيتهم بإذن الله سنعيدهم إلى قطاع غزة، وهناك العديد من العوائل استعدت لاحتضان هؤلاء الأطفال الذين ليس لهم أهل في قطاعهم، ونأمل أن تستمر عملية شفائهم بشكل عاجل، ونحن متأكدون بأن الأشقاء في جمهورية مصر العربية لم يتوانوا لحظة واحدة في تقديم الرعاية والخدمة الصحية الكاملة لهم في مستشفيات جمهورية مصر العربية. نعم دكتور أشرف، الجسم الطبي البطل فعليا أرهق جسديا، أرهق نفسيا، أرهق معنويا، رأينا دكاترة يعني خلال تأدية عملهم يعني عم بيتلقوا جثامين أولادهم عيالهم أهلهم، أيضا تبعنا من أيام الدكتور يلي قام ببتر رجل ولد وطلع بالآخر ابنه وارتقى شهيدا. هذا الفريق الطبي بطبيعة الحال هن بني آدمين أرهقوا، هل من مساعدات، عم بحكي هون عن كوادر طبية، فرق طبية ستدخل إلى قطاع غزة من ضمن المساعدات اللي هتفوت، لأنه طبعا أنتم صرتوا بحاجة بعد كل هذه الفترة؟ بالتأكيد الطواقم الطبية الفلسطينية في قطاع غزة 96 يوم، وهي تكابد العمل لحظة بلحظة، تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه على مدار الساعات. فقدنا 230 شهيد من الكوادر الصحية، إضافة إلى ما يزيد عن 500 من الكوادر الصحية أيضا أصيبوا بإصابات متعددة، إضافة إلى أننا في هذه اللحظات العديد من هؤلاء الطواقم الطبية فقدوا عائلاتهم، جزء منهم استقبل أطفالهم شهداء، جزء منهم استقبلوا عائلاتهم شهداء بين أيديهم. الأمر الأخطر من ذلك وهي صراحة لربما يكون لها أبعاد نفسية كبيرة لدى الطواقم الطبية في داخل مستشفيات قطاع غزة عندما تقوم بإجراء عمليات جراحية للأسف دون تفكير، وهذا بالتأكيد يسبب ألم شديد للذين يكونون تحت هذه العمليات الجراحية سواء من الأطفال أو من النساء أو من غيرهم من الرجال والشيوخ، يسبب ألم نفسي كبير لدى الطواقم الطبية. طواقمنا الطبية طيلة 46 يوم لم تغادر ميدان العمل بشكل مباشر، العديد منهم غادر من أجل أن يرى فقط أطفاله ويلبي بعض احتياجاته فقط لدقائق معدودة، وإذا بالاحتلال الإسرائيلي يقوم بقصفه واستهدافه واستشهاده هو وكل عائلات العائلة. هناك العديد من الطواقم الطبية استشهدت ولم ندري حتى اللحظة كيف نخرجهم من تحت الركام، وبالتالي هذه الطواقم الطبية وهنا بين مزدوجين، الطواقم الطبية الآن تعمل بطاقة 30% فقط من قدراتها